يا سكان الأرض قيلونا المريخ يليق بنا. شكلين يا أبو ينفلو، واش تقول للدولة الحاج باشا؟ ويا التفرط بخلاص، يا التفرط بخلاص، يا تفرط بخلاص، ها التفرط بخلاص. ما عنديش وين نروح نرياح، ما يخرجوني نولي يضربون، لازم يقتلوني باش يخرجوني منا ولا يعطوني دار. صاي ما عنديش لمت ما قدرتش، لم تقدر تحمل خطأ طبي لا هي قادرة عليه ولا غيرها، خطأ حملها فيروس السيدا. ما نجمتش، لازم يقتلوني باش يخرجوني منها. طفرت خلاص. ثلاثة مشاهد لصرخة واحدة، صرخة اختزلت جغرافية بلد أصبح الوجع فيه قاسم مشترك بين أطفاله وشبابه وشيوخه. إنها الجزائر يا ولدي، طفرت وخلاص. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد متجدد من برنامج عمر. عمر راسك، عمر راسك في بلد عنوانه هذا الأسبوع الجزائر الإقليمية تصنع الحدث الاستثماري الإفريقي لإخراج القارة السمراء من تخلفها وفقرها. والبداية، البداية العظمى رقصة الديك المذبوح في منتدى استثماري دولي دشنه أشقاءنا الأفارقة بعرض استثمارات الشطيح والرديح. ورقص خالص، ورقص والعب كما تحب. كاش استثمار كما الزهو والشطيح، ما كاش منا تحبس. بداية موفقة للعرس الإفريقي وعريس القارة السمراء لم يكن إلا رئيس الأفسيو سي حداد ملك الجودرو والزفت، والذي يحفظ له التاريخ الاستثماري الجزائري أن فشله في إقناع شباب الصين الشقيقة بالمساهمة في القضاء على العنوصة الوطنية وذلك بالزواج من بناتنا مثنى وثلاث، ذلك الفشل لم يمنع لحداد من تكرار التجربة بصيغة أخرى. والوجهة المحطة هذه المرة إفريقيا، وذلك بعد أن قدم نفسه على أساس أنه عريس إفريقيا المفدى، العريس الذي سينقذ الجزائر وكذا إفريقيا، في انتظار أن يمدد عولمة التجربة، تجربة الزفت، على القارات الخمس، قارة قارة. إذا نلتقي اليوم حتى نتناقش بشأن قضايا ومسائل هامة على غرار الاستثمار والاقتصاد في إفريقيا. بداية اللبس لخصها هذا المشهد بعد افتتاح رسمي للوزير الأول عبد الملك سلال. غادر جميع الوزراء وترك حداد وحيدا. في مشهد عبرت عنه ملامح وجه حداد. كل كان ليح بيكسر الفوروم، يكسر الالجيري، صدر الفوروم هذا اللي رانا نظمناه يكسر في الالجيري، ربي يكسره. رئيس الافسيو يسارع الى النفي ويحمل المسؤوليه للمنظمين. هذه هي حقيقه الازمه بين حداد وسلال.
علي حداد يوضح الوزير الأول سلال غادر القاعة لارتباطات وليس بسببه. طائر الطاووس البزه بريشه الاستثماري وقع هذه المرة في ورطة أنا وحدي نضوي إفريقيا، وحلم أن يكون ملك ملوك القدرون الإفريقي اللي معاه الملايين طبعا أوقعه هذه المرة في طياب الفول بنفسه وبشحمه ولحمه، وذلك بعد أن مدد سعليلو كرعه أكبر من فراشه لتأتيه صفعة سلال من حيث لا يعلم. ودير العرس وحدك يا ملك ملوك الزفت. انت قد ما بتعدلوش الكرسي ليه؟ شكرا. يا علي شوف جبال الغرب غيب وجبال لا لا مالك مالي لا لا امي حيانا لا لا الزورة للماء. Le premier ministre avec son gouvernement devait quitter la salle juste après le discours du Premier ministre. L'animatrice. L'animatrice qui est des affaires étrangères, c'est eux qui ont géré tout le protocole pour qu'on le sache. تعليقا على انسحاب سلال والوزراء، علي حداد: ما حدث حماقة تتحملها موظفة بوزارة الخارجية، موظفة بسيطة في وزارة الخارجية هي من أهانت وزيرها رمضان العمامرة وقللت من قيمته وغيرت البرنامج ضده. الوزير الأول غادر بسبب ارتباطاته، هل هذا هو مستوى حداد؟ هل هذا هو مستوى الإقناع عند رئيس الأفسيو للخروج من عنق الزجاجة؟ مسح الموس في عساس أو منظفة بسيطة، ولما لا اختلاق عذر باهت كنكتة ارتباطات سلال. كان الأشرف لعلي حداد أن يواجه الحكومة بأنها من تتحمل مسؤولية التغرير به بعد أن نفخته فابتلع حكاية أنه دولة داخل دولة. حتى لويزة حنون كان لها السبق في قراءة فنجان عليلو ملك ملوك إفريقيا والتحذير من تغوله، لكنهم لم يسمعوها. كي تسمعوا باللي واحد من الأغنياء الكبار اللي قاعدين يهدروا في الوقت الحاضر واللي يتصرفوا كأنهم عندهم دولة موازية، بس واحد يستقبل ربع سفراء ويتكلمهم على الاقتصاد الوطني مش على مشاريعه هو. وشكون المسؤول الأول اللي يعطيكم الأذن في هذه الأمور هذه؟ ها أنت؟ صح سيدي. أنت شكون شاورت؟ حاج إبراهيم. ما تروح الحاج إبراهيم. واللي مازال ما شافش باللي كاين سلطة موازية تتداخل في كل شيء وتتدخل في كل شيء، هذا أعمى. المهم وعلى طريقة سعداني طاح في الأوراس دون سابق إشعار مسبق، فإن المشهد تكرر مع حداد يوم عرسه الإفريقي، والسبب مرض ألم بالإثنين يسمى الغرور ومد الكرعين أكثر من مساحة الفراش المسموح أو المتفق عليه. حدثت مع سعداني يوم انتفخ، وتكررت مع حداد حينما أعجبه ريش الطاووس فراح يرقص على عزف زيني وحدي وقدروية وحدي، وأكثر من ذلك أنا خاطين السياسة والعهدة الخامسة. حاليا نشوفوا في رئيس الجمهورية بدأ يدير خارجات، بدأت على الأقل وضعيته الصحية بدأت تتحسن. شفنا عمارة بن يونس يقول بلي سنساند رئيس الجمهورية في 2019 إذا ترشح. شفنا ولد عباس يقول سنساند رئيس الجمهورية في 2019 إذا ترشح. هل الأف سي يو سيساند؟ هاو ليه هدر لك على البوليتيك؟ هاو لك الوعي بوكيني يا بطلقة تحتي الوعي بوكيني في الدنيا يا سيدي. كنت بمعايزاتي ودي بلجحشي مشي والدنيا شدالي البوليتيك هذا اللي ما نقدرلوش، ما نقدرش لهذا الصوالح. انا واش دالي بحال ما ترشح ساعه. هاولك هاولك كلمك يا البوليتيك كي لحقوا 2019 ربي يدير فيها الطريق. هنا كانت سقطة حداد الأولى، زلة لسان غريبة. وفي منعرج أدغال إفريقيا كانت السقطة الثانية، حيث ظهر حداد مختالا ومختلا وراح في الكرعين. إفريقيا صعيبة يا الخاوة، ما راهي سهلة، ووحده ربي اللي ما يغلطش. قريبا سنسمع حداد يقول عرفت ربي في إفريقيا،
اعتذار متأخر من رئيس الاف سي يو ومحاولات مستميتة لإعادة المياه إلى جدرونها. ويا الخاوة سامحوني حكم صغير غلط. J'ai demandé des excuses à tout le monde, sans exception. Personne ne fait pas d'erreur. Personne. Il n'y a que le bon Dieu qui ne fait pas d'erreur. هكذا يعاقب المخطئون في إفريقيا العظمى. سلكها مطرق ما كاش الهضرة. المهم وكنتيجة أهم إنجاز لمنتدى الاستثمار الإفريقي أن حداد وما أدراكم وما أدرانا ما حداد حط كريواته في الأرض ولا كطفيل الصغير اللي حاب يرضي باباه بعد ما دار عفسة مش مليحة. شكرا إفريقيا العظمى، فلقد انتحر على أسوارك ملك ملوك الجدران. سلال، الجزائر تسير بثبات نحو خلق الثروة. القارة السمراء بدأت مسيرتها وهي من ستحدد مستقبلها. جميل سلال، الجزائر لا زالت تعيش أريحية مالية. جميل جدا، ما فيها والو، نزخوا على الأشقاء لا فارقة ونطلعوا لهم المورال، لكن ليس إلى درجة أريحية ونخلقوا الثروة. كان من المفترض أن تختزل كل الخطابات، خطابات المنتدى، في عبارة واحدة: إننا نحاول أن نعيش بشتى الطرق، بفرض الضرائب على الهواء والماء، بشد أحزمة الأمن الخلفية أو الأمان الخلفية، بضريبة الرصيف، بصدقات الوزراء الجارية. ما يقارب 5 مليون سنتيم هي القيمة التي قرر وزراء حكومة سلال التنازل عنها من إجمالي رواتبهم. حنا هذه سياسة الدرامات في العيون، نقص له من، مش هكو تمسخروا بيا، سنقص له من، وهو عنده فيلات وعنده شاطوات. هنا بإقامة الدولة بنادي الصنوبر غرب الجزائر العاصمة، يقطن حوالي 400 مسؤول سامي من وزراء حاليون وسابقون ومدراء عامون وإطارة دولة. إقامة ليست كباقي الإقامات، حيث تسخر لها الدولة ملايير الدينارات من أجل التكفل بأبسط حاجيات النزلاء. وبحسب آخر الأرقام الرسمية المدرجة في مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، فإن إدارة إقامة الدولة صرفت لوحدها 1.5 مليار دينار، فالساكن هنا معفى من دفع ما يلي: فاتورة الكهرباء والغاز، فاتورة المياه، فاتورة الهاتف، وفاتورة الإنترنت، وحتى أثاث ومفروشات المنازل تكون على عاتق الخزينة العمومية. المجانية لا تقتصر على الإقامة والخدمات، بل تتعداها إلى سيارتان على الأقل يستفيد منها المسؤولون، بنزين سياراتهم يكون أيضا بالمجان، تذاكر السفر عليها تخفيضات ب50%، تنازل الوزراء على نسبة 10% من رواتبهم دون احتساب العلاوات والامتيازات الممنوحة من قبل الدولة، قرار قابله المواطن بجملة مفادها: لا نريد التنازل ب10% من راتبكم، بل نريد 100% من النزاهة والشفافية. هذا هو حالنا بتفصيل إفريقي ممل. نكبة اقتصادية وصل منتهاها لحد زكاة 10% الوزارية، ورانا في أريحية. القرار اتخذ بالإجماع وسيطبق بداية من جانفي المقبل. وزراء سلال يتنازلون على 10% من رواتبهم. المبادرة اتخذها أعضاء الحكومة بصفة شخصية لدعم الجزائر في محنتها المالية. أكبر إدانة لوزراء 10% هي هذه الصدقة الحكومية. فلو أن تلك الأوزار الرسمية خدمت خدمتها ما وصل البلد إلى منعرج هاك صدقة من عند سيدي الوزير. يا أخي خرشوف، يا أخي مدير أو بي جي يتبرع بجزء من راتبه، مازال غير ينظموا تليطون وطني ومعه حملة تبرع في الجوامع. ولله يا محسنين، وش رأيك يا مواطن لو كان تحتاجك بلادك تتبرع لها؟ ولا لا لا، انفض جيبك يا با، رامي معنا عليكم. لكن مد النص على باي تاعي وش يقعد لي؟ المواطن الجزائري الموظف الشهريه تاعو مش يسمح له حتى يعيش هو، كيفاش يسمح للنص؟ يسمحوا هما اللي راهم في العلالي. اذا عندي لاطاسي عندي قلبي. انا فيزيت عند الطبيب والدواء اللي نشريو انا ما تكفينيش، يعطيني مليون ونص ماشي بزاف.
مليون وخمسين. المهم والثابت والمفروغ منه أن البلد يعيش حلقة مفرغة في الأعلى، حيث قوم حداد زفة الوضع جيدا، كما يعيش نفس الحلقة في الأسفل، حيث الشارع يعيش مخاض امتحان من نوع آخر، انفلات اجتماعي أصبح فيه الموت عنوانا للغرق المتربص بنا جميعا. على باب مدرسة أو على باب المدرسة بالعاصمة وليس بدوار أو دشرة بعيدة ومنسية، اعترض طريقه ثلاثة أشخاص وانهالوا عليه ضربا، لكنه لم يمت من شدة الضرب، وإنما مات نتيجة سكتة قلبية. بعد إعلان وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإدارية للحراش أن سبب وفاة الطفل رشيد العيفة القاطن بحي الورود ببلدية الدار البيضاء شرق العاصمة هي سكتة قلبية وليست تعنيف من قبل شباب بالقرب من ثانويته، ادعوا أن الطفل مريض. يا سيدي يأتونا بالطبيب الذي كان يعالج عنده، أنا كولي وليدي مريض خليه، أكيد نديه الأطباء. أنا نعرف للإضفاء لهذا السكتة القلبية هو الضرب المبرح من ثلاث شبان، وأبناء الحي تحت ثلاث شبان 20 شخص مدورين به، فيه بنت ظلت عقابه تعيط له تحب تتكلم معاه تحب كذا، هو بعديني بعديني اسألوا أبناء الحي اسألوا حتى البنات، رفض 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 رفض. جاء اليوم اللي حبت تنتقم الطفل هذا، يا راحت لهذا سي رايان كلفته بالمهمة. بين موته بسكتة قلبية وبين رعب وخوف وقهر حاصر تلميذا أعزلا بباب المدرسة، مدرسة بالعاصمة، فإنه الوطن من أصيب بالسكتة التربوية والاجتماعية والرسمية والتي وصل حالها أي حال السكتة إلى اعتبار موت أطفالنا بهذه الصورة البشعة وهذا السكوت المزمن، مسألة عابرة حدثت لرشيد وستحدث لأكثر من رشيد في غياب لأي رشيد يصرخ في الملأ الأعلى إننا نغرق وإنكم منشغلون بحداد اعتذر من سلال، وسلال قاطع رقص الأفارقة من على ظهر الخزينة العمومية. بن غبريط ليست مسؤولة على موت رشيد أو غيره، لديها ما هو أهم مع وزير الصحة، السمنة تهدد أمن المجتمع. قد تكون زيادة في مدخول الأغذية التي تولد طاقة كثيفة والغنية بالدهون أحد أهم عوامل خطر الإصابة بمرض السمنة، دفع بالحكومة اليوم إلى دق ناقوس الخطر ومحاولة إيجاد الحلول لهذه المعضلة. قدمت ملف أمام لجنة للمجلس الشعبي الوطني، لجنة الرياضة والشبيبة، وهذا كانت عطتني فرصة باش نفرق ما بين التربية البدنية اللي هي موجودة في الابتدائي والنشاط الرياضي اللي هو يتم من طرف عدة ليليغ سبورتيف. بن غبريط تحارب السمنة في المدارس، مخاطر الجازوز والشيبس في برامج بن غبريط، شيبس وجازوز وسمنة. الأكثر من ذلك بن غبريط تجيب على سؤال المحافظ الثقيلة بطريقة إفريقية بحتة جميلة. الإرشادات التي تسمح بتخفيف ثقل المحفظة ومنها حسن اختيار المحفظة من طرف الأولياء. الله يرحمك طهطاوي، الله يرحمك طهطاوي، رفعها الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة، من زكي جمعة ده؟ إن شراء المحفظة التي ترافق الطفل طول السنة الدراسية يتطلب اهتماما كبيرا، لأن بعض المحافل تكون ثقيلة قبل وضع الأدوات فيها. حين يصبح هذا هو فهم الوزيرة لسؤال المحافظ الثقيلة الذي طرحه عليها برلماني ما، فإن على التعليم السلام، لأنه حقا مصاب بالسمنة الذهنية والعقلية ويجب علاجه، ليس فقط على مستوى مدارس بن غبريط ولكن حتى على مستوى التعليم العالي، حيث سي حجار وزير التعليم العالي دشن مشروع الماستر عن بعد، يعني الدراسة الافتراضية، وذلك كإنجاز يضاف إلى الفتوحات العلمية قبل حتى أن تطوى صفحات الانتقادات والاحتجاجات التي يرفعها الطلبة وأهل الاختصاص حول نظام الألمدي وما ترتب عنه من مراحل ما بعد التدرج، سارعت وزارة التعليم العالي إلى إطلاق مشروع الدراسة عن بعد في شهادة الماستر، أي التسجيل والدراسة افتراضياً.
سنعمم هذا النوع من التعليم في مختلف الجامعات، لأننا لاحظنا ظاهرة تعرفونها جميعا، وهي نظرا للطريقة التي طبقنا بها النظام الجديد أو نظام ما يسمى بالألمدي، فقد سمحنا لعدد كبير من طلبة إلى الالتقاء أو الانتقال مباشرة إلى الماستر. جميل. الدراسة عن بعد يمكنها أن توفر للحكومة ثروات طائلة بدلا من علم جامعي كهذا. الجامعة الجزائرية من فضائح السرقات العلمية إلى فضائح العري والمجون. جامعة البوليدة تنظم مسابقة لاختيار ملكة جمال كلية الهندسة. اختيار ملكة جمال. العلم نور يجب أن يراه مهند. حامل ماستر ينتحر حرقا ببرج بوعريش. للأسف هذه هي الجزائر، وللأسف هؤلاء هم نحن. ورانا لباس، بعبارة أخرى معزة ولو طارت. حبيب الله قول رجل قول رجل محمد هاني نقول رجل مزيان قول يا رميساء رجل قول أموني رجل قول يا ملك رجل دعاء رجل حبيب الله قول رجل قول رجل قول رجل فيها حرف اللام سميتو بالعربية رجل تعرف تسمى القراء سميتو قول يوسف رجل مزيان محمد الأمين محمد أمين رجل قول يوسف عبد العالي قول يا خديجة قول يا رانيا رجل حسن جدا قول يا حبيب الله قول رجل اسمها رجل اش تعرف اسمها رجل قول رجل ما نقولوا كراع قراع يعني قراع وذلك على طريقة الساسة والمسؤولين توانا. نختم هذه الفقرة بزمرة من العناوين العابرة للسمنة، السمنة السياسية، ولحكاية أقراع بالصفة لكم. الموالاة والمعارضة تتسولان الأصوات مقابل الوعود، ويحيى لا تلعبوا بالاستقرار الداخلي. مقري نطالب بحكومة وحدة وطنية. بن يونس الوضع خطير والحكومة مطالبة بالجرأة. حنون تحشد الشارع ضد التقشف فورا. مشروع تحالف الإسلاميين يسقط في الماء. جميلة فكرة السقوط في الماء صح. هل هو وضوء أصغر أم غسل؟ فهمنا. ورد اسمه في قضية أوراق بنما رفقة 22 رجل أعمال. كيف رافق رجل الأعمال عمر بوضياب أحمد ويحيى إلى بجاية؟ الله أعلم. الأكيد أن حملة ويحيى هذه الأيام حرب على الشكارة، لكنها ليست شكارة بنما وإنما شكارة الجزائر. تكريم ولد عباس جمعية بفئة أو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم بتكريم ولد عباس عادي جدا، وخاصة مع ما يعيشه الأفلان من إعاقة سياسية ضمته لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما أكدته خرجة الدكتور ولد خليفة في استعمال سلاح. خماج برلمانية محصنة. إلى الفقرة الموالية أعزائي المشاهدين، فقد هوينا وهووا بنا بما يكفي. فقرة قالوا وقلنا أو أكتب حتى نراك، أكتب حتى نراك. من الحماقة أن نسأل من أفقر الدولة ومن أغنى الوزراء حتى أصبحت الدولة تتصدق عليها نورية بن غبريط وهدى فرعون ومونيا مسلم إبراهيم قار علي جريدة الإخبارية. إلا الحماقة أعيت من يداويها يا إبراهيم، وأكبر حماقة أن نعايش كرما من هذا النوع. مول البستان مفلس وعساس البستان مرفه ويتصدق ثاني. مفارقة فلاحية عجيبة رنت في الحديقة الساحرة. في مقر الوزارات لا يكاد يخلو مقر وزير من وجود
جناح خاص بالوزير فيه مطعم فاخر خاص بالوزير وفيه شقة مؤثثة خاصة بالوزير، فالوزير يأكل على حساب الدولة هنالك وينام أيضا على حساب الخزينة العمومية. سعد بعقبة الخبر. بعبارة أخرى يا أستاذ سعد، تريد من الوزراء أن يتصدقوا من رأس المال أم ماذا؟ 10% راهي من الفائدة انت رأس المال، فشكرا غزيرا لكرمهم. الحل واضح، القطار المحمل بالأزمات منطلق، ومن يستطيع كبحه يجلس بعيدا يراقب المشهد ولا يقول شيئا، والظاهر أن آخر النفق لا يزال بعيدا بعيدا جدا. عيسى جرادي جريدة البلاد، وآخر النفق لا يزال بعيدا بعيدا جدا. جميلة يا أستاذ جرادي، لكن ماذا عن آخر الغرق؟ أهو بعيد وبعيد جدا كذلك. فيسبوكيا أو كتبوا على جدرانهم الافتراضية: بقاء عم مرغول في العمل السياسي سيقضي على ما بقى من ثقة الناس في السياسة. رياض هويلي. وهل لا زالت هنالك ثقة في السياسة أصلا يا سي رياض؟ عم مرغول تحصيل حاصل لحصاد بائر مصدره المطبلون، خليه يلعب الكرة مع الغاشي، جد غير عليه. لماذا تحارب وزارة التربية الوطنية كل الوطنيين المثقفين بالعربية؟ لماذا هذه الحملة الشرسة على كل المخلصين لهذا الوطن الذي أو الذين يريدونه وطنا شامخا بمبادئها؟ رشيدة أبراهيمي. لماذا هذا السؤال المغبرط تربويا يا أستاذة رشيدة؟ وش حابة تقولي؟ يبدو أن قوائم المترشحين مستمدة من عقلية سوق الفلاح، أين كانوا يحتموا فاس وبرويطة مع باطة قهوة، وكذلك مرشحينا. بشير عمري. في سوق الفلاح كانوا يفرضون عليك مع بضاعة مهمة بضاعة كاسدة، الآن يفرضون عليك مع الكساد كساد وفساد. لا تظلم سوق الفلاح يا سي بشير. إلى الفقرة الموالية، إلى خاتمتها سيرك. خاتمتها سيرك، والسيرك كما نعلم فنون وجنون ومجون أحيانا. من جنون السيرك لهذا العدد حكاية المرور وسياسة حزمة الضرائب المتربصة بكل من لا يحترم الرصيف. القانون واضح، وعدم السير في الرصيف عقوبته فورية. يجب أن نتعلم ثقافة السير على الرصيف. هذا الرصيف بالذات سيدخر وسيوفر للخزينة العمومية الملايين من يومه الأول، من يوم تطبيق القرار. إنها جزائر الرصيف والغرامات، لكن بالنسبة لهذا إنه ينام على الرصيف ولا يعطل المرور، فقط يزيد المرار لجزائر شكرتها الأمم المتحدة بكونها العاصمة التي قضت على الأكواخ القصدرية بتوفير أرصفة قصدرية. مأساة هذا البلد أننا نكذب ونصدق الكذبة. الأمم المتحدة تشكرنا، لكنها لم ترى هذه الشبكة العنكبوتية في حي 450 مسكن ببير خادم. رانا بخير، وأطفال الحي عادوا إلى زمن الشمعة للدراسة. المهم، وخاتمة السيرك كما بدايته، قانون مرور، فإن لحزام الأمن وغرامته صور مختلفة، صور جزائرية بحتة. هل يعاقب القانون على هذا حزام أمن حديدي؟ هذا الشعب شؤون وفنون. سيارة نفايات داخل خزينة ولاية وهران. كل شيء مضحك في هذا البلد رغم كل الأسى، وخاصة مع هذه اللافتة الخاتمة. الحكومة ليست بنت فاميليا. تقابلها في الجهة الأخرى تعاطوا الإسمنت لبناء مستقبل أفضل. يا أخي الزهر، يا أخي. إلى اللقاء أعزائنا المشاهدين في عدد قادم بإذن الله.